سيدي المشكل ديالنا ديال واحد السيده رهنا تعدى الدريه اختي بربعة المليون ودارت معاه عاوتاني في نفس الوقت كونطرا ديال الكرا 1000 درهم كنت خلصها في الشهر كنخلصوا لها الواجبات ديالها كنخلصوا لها كل شيء ومؤخرا وقع واحد النزاع معها هذاك العواشر السيدي قطعت علينا الضو 6 ايام باش قطع علينا الضو دوزنا يعني ليالي مرعبه لا فطور لا سحور لا حتى شي حاجه الثلاجه كلها خسرات راه معمر الشكايه ديالي دافع على الوكيل والوكيل قال لي سير في حالتك حتى نهار الاثنين وانا راه ما يمكنش ليا نبقى صابر في الدار بلا ضو حتى نهار الاثنين كنخلصوا لها كلشي الواجبات ديالها عندنا الوراق بغيتي نوريك الوراق نوريك كلشي الواجبات نوريهم لك ما عنديش مشكل كنخلصوا لها الماء الضو هاد السيده كيفاش غتقطع علينا الضو كنا كنعطيوها الفلوس من يدها اللي يدينا يعني كانت ثقه بيناتنا ما كتخلصش الضو وما كتخلص لا ما لا والو واحد شويه قلنا لها انا نولوا نسيفطوا لك فلوس ديالك باش يبقى عندنا اثبات اننا راه كنخلصوا الضو ديالنا صافي ما بغاتناش نديروا معاه بحال هكا درنا معاه جوج مرات هكا خلصنا لها الماء خلصنا لها الضو ديالها كنسيفطوا لها الفلوس ديالها وحنا كنا كنعطيوها الفلوس ولكن ما كتخلصش كيبقى يتراكم علينا الاشهر في الاول دارت لنا هذا الشيء جمعت علينا 3 اشهر ما كان خرجت فيها 34 ألف ريال ديال الضو قلنا ما كاين خلصناه قلنا ما كاين باس كتخليهم عندك تاكلهم كتشد فلوسك كتاكلهم والسيدة معروفة البلاصة اللي ساكن فيها دوار العرب إخربان دوار العرب التمسية والسيدة معروفة السيدة هذه كدير أي طريقة باش تدخل الفلوس باش تعيش دابا كتستفز فينا بحال هكا باش تخرجنا صحة من الدار وتبقى تشد عندها ديك 4 المليون بغات تخرجنا باي طريقه من ديك الدار باش وكتسجلنا وكتستفزنا باش نديروا اي مشكل اي هضره باش كتستفزنا باش تعصبنا باش تسجلنا وكدينا على الجدرميه تقول لك راك عيب ودابا حاليا دايره لي شهاده طبيه فيها 20 يوم بلي انا واختي تحامينا عليها ودارت لي انا داير موس وانا عندي عليها فيديو انها كانت كتهضر معنا من الشرجه من الفوق انا اضطريت باش نسجل هذا الفيديو انا عارف راسي ما عنديش حق نسجل ولكن اضطريت باش نسجل هذا الفيديو باش ما تدخلش السيده للحبس باطل انا جاي نشوف الوالده ديالي مريضه وكتجيب معها الشهود زور عندها واحد ثلاثه العائلات ما عرفتهمش شكون شاهدين لها زور في نفس الدرب لان هاد السيده كدير ترونسبور ديال الفلاحه كدير دوك الخدامه الفلاحه كدير الكونتر بون حتى هو كتجيب الدقيق الزيت السكر من صحراء دايره دار الدعاره معروفه هاد السيده هنا ما كاينش اللي ما تسولوش عليها وما عارفهاش الناس كلهم عارفينها باللي هاد السيده عندها نفوذ واللي كتقول له اجي شهد معايا ولا هذا ولا هذا كيخافوا منها الناس انا دراوش ما كيبغيوش المشاكل اللي كتقول له جي شهد معايا ما كيبغيش يشهد معاها وهاد السيده حنا بغينا منها حل دابا اليوم راه عندي الفيديوهات بالشهوره وبكل شيء ان قطع علينا الضو من شهر من 3 في شهر 4 الى دابا اليوم 6 ايام لا ضو لا ما لا حتى شي حاجه جيو شوفوا بنفسكم ان الدار ما فيهاش الريزو فيها الريزو ضعيف وكان الريزو مزيان راه غادي نوريكم الدار الان باقي مقطوع فيها الضو ملي مشيت نهضر معاه قلت لك السيدي الماء قال ماشي في سميتي صيفط لها الناس صيفط لها مول الحانوت عندي شهود بلي انا راه مول الحانوت 6 ايام وانا كنشارجي تليفونها في القهاوي وفي الحوان تاع عباد الله وعندي شهود عندي كل شيء الا جيتو راه غادي نشوفوا كل شيء كل شيء غتجيو ديروا معاينه سولوا الناس راه غادي يقولوا لكم على هذه السيده وهذه السيده معروفه هي كتستفزنا بحال هكا باش دير لنا ديك 4 المليون كتعمر علينا في الشيكيت باش دير لنا المشاكل هكا باش تخرجنا من ديك الدار باي طريقه باش تعاود ثاني باش تجيب ناس اخرين باش تجيب ناس اخرين يعني ناس اخرين تنصبوا عليهم بنفس الطريقه اللي تنصبت علينا بها حنا دابا حاليا في هذيك الدار وفي نفس الدار وما كاينش شي واحد اللي يقدر يهضر مع هذيك السيده لان عندها اتفاقيه مع جميع الناس كتعرف الناس باترون هي المهم باختصار كتسمى باترون هذيك السيده هنايا انا السيدي اللي كنت طالب ترجع لاختي تقطع داك الشيء اللي كتسنى في الكرم من هذيك الفلوس واللي بقى ترجعوا للدريه اختي ونخرجوا بحالاتنا بسلام حنا ما كنقلبوا على لا صداع لا والو كنقلبوا على بلاتي هي احسن 6 ايام وحنا مقطوع علينا الضو حوايجنا توسخوا فطور ما وفطور ثلاجه خمجت كامله راه باقي مصور عندي كل شيء هنا في التليفون كل شيء غادي نقدمه للواكي ان شاء الله يلا يستقبلني راه غادي نقدم لي الفيديوهات وكل شيء باش يشوف هذه الحاله اللي طاريه لينا مع الوقيته ديال الفطور بالضبط باقي الفطور ربع ساعه تقريبا فاش تقطع هذاك الضو انا ما فهمت والو كيصعب لي الدرب كامل زعما حيد الضو في هذاك الدرب اللي ساكنين فيه نسول ما لقيتش الضو
جيت كندق عليها بقيت كندق عليها فلانه 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 ما بغاش تخرج. طلع لي طلت دايره التليفون وكتصور فيا. قلت ليها علاش ما بغيتيش علاش طيحتي الضو ياك يلا انا مخلصها بشي يومين وثلاث ايام. شنو قالت لي هي؟ قالت لي ما عنديش الحق نطلع لك المكانه وما عنديش الحق نعطيك الضو، اصلا المكانه ماشي في سميتي وهادشي اللي كاين. الحقره حسات بالحقره الحقره. غد لي عيطوا لي جدارميه في التليفون قالوا لي تعالي استدعوني. ملي مشيت قالوا لي انت هي راه عيرتيها وهجمتي اخوك راه جبد عليها جنوي وانا ما جبت لي وضربوني ومشات دارت واحد الشهاده طبيه ب 20 يوم وانا ما فهمت فيها والو. ديما دايره لي هذه الحاله بحالك. انا هذه السيده راه بقيت معاها راه غادي تصيفطني للحبس فابور. بدات تنصب علي وماشي حنا الضحايا راه شحال من واحد راه بزاف ديال الناس داخلين في نفس وراه شحال من واحد دارت معاه بحالك. دخلت ناس اخرين دارت لهم نفس الطريقه ودخلت ناس اخرين ودارت نفس الطريقه والناس كتعيشنا في القاهره باش نخرجوا كتستفزنا وقالوا لي القانونيين قالوا لي الا خرجتي من الدار فلوسك راه ما غاديش تقطع طالك حيت الا خرجت غتقدر تلعب لعبتها وتقول لهم انا اصلا عطيتها فلوس راه خرجت. كنطالب رانا عييت رانا عييت. هاد السيده كطيح عليا الباطل وباغا تصيفطني للحبس انا وخويا وعينا غير في خويا. خويا مسكين راه ما درتش حاجه راه عندنا غير ضيف وجاي يشوف ميمتو ودارت لينا هاد الحاله بحال هكا. هي بغات كدير اي حاجه باش تخرجنا من ديك الدار باش تبقى ليها الفلوس. هاد الشيء اللي كيهمها ودابا كطيح علينا في الباطل وطيح علينا تقول لينا انتم درتوا لي وفعلتوا لي شحال من شكايه درك راه ما عرفتش خمسه شكايات اللي دارتهم علينا وداروا علينا الشهود الزور وانا ما عارفاش شكون هما هاد الشهود. راني ما بقيتش كنصبر لهذا الشيء راني عييت راني درك قلبي غيوقف ليا درك حاليا والله الا قلبي غيوقف ليا. وليت كنفكر في اي حاجه خاصني نديرها لا صافي ما بقيتش كنصبر لهذا الشيء. وليت مريضه نفسانيا بسببها. واللي بغى يتعاون معنا الله يرحم الوالدين رقم التليفون ديالنا هو 06 26 51 10 20. يتواصل معنا على هذا الرقم 06 26 51 10 20. هذا رقم الهاتف وكنتمناو من السلطات والمحسنين يتدخلوا لنا في هذه القضيه هذو. الدري اختي راه مريضه بزاف انا راه خايفه دير شي حاجه ولات كتلوح الحوايج ديالها وكتخرج للزنقه عريانه والله مع هذه المشاكل اللي دارت لها السيده هذه.